السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي. النهاردة إن شاء الله ناخد حرفين جداد من حروف اللغة العربية. الحرف الأول هو حرف الكاف، حرف اسمه كاف، قول ورايا كاف. النطق بتاعه إيه يا ولاد؟ كا كا كا. بينكتب إزاي؟ لو هو ده الخط اللي في الكراسة بعمل شرطة على الخط واطلع لفوق وارجع نايمها تاني، شرطة على الخط واطلع لفوق وارجع نايمها تاني. وفي شكل تاني يا ولاد اللي انا اعمله كده واحط جواه كاف صغننة، تاني كده واحط جواه كاف صغننة، تمام؟ ده حرف الكاف. طيب لو انا هعمله متصل هيبقى مدد ايدي من هنا في النص، فاتح ايدي الاتنين في الاخر بيتقفل بالشكل ده. يلا بينا نقول الحركات. ك كو كي كا، ك كو كي كا، ك كو كي كا. طيب ك زي ايه؟ كلب، كف، كأس. ك كلب، ك كف، ك كأس. طب وكو يا حبايبي؟ كو كرسي، كو كرة، كو كتب، كرسي، كرة، كتب. طب والكي؟ كتاب، كتاب، كيس، كيس، كيوي، كيوي. برافو عليكم. ك بقى احنا عارفين بالسكون بتبقى معلقة قبلها، ما انطقهاش لوحدها ابدا. مك تاب، مك و روك با. تاني خدوا بالكم، مك تاب، مك و روك با. ده حرف الايه؟ الكاف. ك كو كي كا، كلب، كف، كاس، كرسي، كرة، كتب، كتاب، كيس، كيوي، مكتب، مكوى، ركبة. حرف اللي بعده اسمه حرف ياء. حرف الياء نطقه ازاي؟ يا يا يا، زي يا يد. طيب بيتكتب ازاي يا ولاد؟ ركزوا بقى معايا. حرف الياء، ايوه ماشي، اهي طبقه تحتيه نقطه، تمام، في النص مادد الي الاثنين. بصوا بقى في الاخر يا حبايبي بسميها ياء بطه، بتبقى شبه البطه. بصوا هي ماده ايديها اهو، هنيجي من هنا نطلع كده وننزل لتحت اهي، شبه البطه بالظبط. يعني احنا لو كملناها كده بقت بطه، صح كده؟ عشان كده بسميها ياء بطه، عشان هي شبه الايه؟ البطه. يبقى دي الياء في اول الكلام، دي الياء في نص الكلام، دي نص ايه؟ او في اول الكلمه، في نص الكلمه، في اخر الكلمه. تعال بقى نشوف بالحركات. ها الياء عليها فتحه يا، ضمه يو، كسره ي، سكون يا. تاج يا يو ي يا. تعال نشوف الكلمات. يا يد، يا يقطين، يا يمامة، يو يصفي، يو طيور، يو سيوف، ي مصايف، ي مصايد، ي فبراير، مصايد، مصايف. طب ويا بقى اللي عليها السكون بتتقطع مع اللي قبلها؟ بيضو، زيت، عين. نطقنا الياء مع الحرف اللي قبلها، بيض، زيت، عين. تعال بقى نحل تدريبات وناكد على حروف النهارده. يلا بينا نحل التدريبات. اول نشاط بيقول لون الكره التي بها حرف الكاف. ادي كاف اهي، وكاف كمان اهي، فين تاني؟ ايوه شايفاكوا وتشاورولي اهي، برافو عليكوا. فين كمان؟ برافو، دي حرف الكاف في النص، برافو، ده في الاخر الكلمه. ضع دائره حول الصوره التي بها صوت حرف الكاف. كتاب، ايوه فيها كاف. دب، ما فيهاش كاف.
بقره بقاقة مش كا يا ولادي، يبقى ما فيهاش كاف. ديك ايوه، كاس ايوه. النشاط اللي بعد كده انطق وصل صوت حرف الكاف بالصوره المناسبه له. ها كيوي بالكسر، مك و بالسكون، كا كاس برافو، كره بالضم. ارسم دائرة حول حرف الكاف فيما يلي: كلب ادي الكاف، شباك ادي الكاف، كتاب، مركب، يبكي، ديك. استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف الكاف: كرسي كرسي اهي، مكتب مكتب تاني حرف، ما فك في الاخر. لون اليمامة التي بها حرف الياء: ادي الياء تحتها نقطتين، ودي الياء في وسط الكلمة مد ايديها، ودي ياء بطة في اخر الكلمة، ودي ياء بطة في اخر الكلمة. نشاط بعد كده: ضع علامة صح تحت الصورة التي فيها صوت حرف الياء. سيف سيف فيها ياء، جزر ما فيهاش ياء، عين فيها ياء، زيت فيها ياء، اسد ما فيهاش ياء. ننطق ونوصل صوت حرف الياء بالصوره بتاعته: ها مصايف يف، ها دي ايه دي، حمامه؟ لا طبعا دي يا 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 ماما، برافو. ها تمساح ما فيهاش ياء خالص. ها يقتل ي يصفي يو يصفي، ذيل بالسكون ذيل. استمع ثم لون حرف الياء باللون الاخضر. هنلون حرف الياء باللون الاخضر، انتوا بقى تلونوه باللون الاخضر، يلا بينا. ادي الياء اهي، لوننا الياء. ذيل ادي الياء، خيار ادي الياء، كيوي ادي الياء، يا ماما ادي الياء، يصفي ادي حرف الياء. استنى وارسم دائرة مكان صوت حرف الياء: يد في الأول، ها شاي في الآخر، بيض في النص. بكده نبقى خلصنا درس النهاردة، أتمنى يكون سهل وبسيط. كانت معكم نرمين النجار من قناة بديل الدرس.